إنما بيت الشعب، فعليه هذا البيت، هذا المكان يجب أن لا يغلق. هذه كملاحظة. الملاحظة الثانية، إحنا تضامننا مع الأستاذ عبد الوهاب حسين، رجاء أن يكون الهدف اللي قام من أجل عبد الوهاب حسين أن نواصل الطريق اللي قام من أجله عبد الوهاب حسين والرفاق اللي موجودين داخل في السجون. هذا هو التضامن الحقيقي. النقطة الثانية، كأن الأستاذ ورفاقه يهمسون في أذاننا ويقولون عليكم بمساندة من هم في الشارع الحراك الثوري حتى تستمر المسيرة إن شاء الله. الملاحظة الثالثة، أنا سمعت أنه في كل من يطالب بالإطلاق أستاذ عبد الوهاب حسين، هذه أمنية إلى الجميع، لكن ثقوا تماما أن أستاذ عبد الوهاب حسين لا يطلع باستجداء من النظام، إنما يطلع بشرط عملي يقوم به، تقوم به الجماهير. الملاحظة الأخيرة، أسمع أيضا أنه في سلمية. يا جماعة الخير، كل ما حد نسمع عن كلمة سلمية، ما هي السلمية اللي يتكلمون عنها؟ كل الحراك اللي موجود عندنا في البلد هنا كل سلمي. يعني أنت لما تي الحين داخلين في البيت ويقلك واحد بيقتلك، تروح تقول له تفضل خذ السكين وقص رقبتي؟ ما يصير. السلمية موجودة عندنا، لكن لا يعني أن نكون بعيدين كل البعد عن حراكنا الثوري الموجود في الشارع. الله يحفظك يا أستاذ عبد الوهاب، أنت ورفاقك ومن كان في السجن ومن شاركهم، ونأمل من الجميع أن يقدموا إلى هذا البطل ما هو يستحقه. وشكرا.